يشرفني الآن أن أسأل فخامة السيد رئيس الجمهورية إذا كان لديه تعقيب. شكرا جزيلا. وأنا الحقيقة خلوني الأول أبدأ كلامي بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف اللي موجودين اللي بيمثلوا البنوك وبيمثلوا المصارف وبيمثلوا المستقبل اللي احنا بنتمناه لافريقيا. وانا ان كان ليا تعليق على النقاش، انتم اتكلمتم من منظور الاقتصاد ومن منظور قدره البنوك ومساراتها وكده. انا يمكن اخر تعليق اتقال من السيد امبيكي مش كده، هو ده اللي لفت نظري، مش لفت نظري، ده اللي ممكن ابدا من خلاله الكلام على المساهمه اللي انا ممكن اتكلم فيها على قارتنا الافريقيه. واقول احنا بنتكلم على حلم افريقيا بقالنا سنين طويله، من سنين طويله فاتت، وبنتكلم حتى على 2063 اللي هو يعني الامل اللي احنا بنتمناه. وانا هنا هتكلم من منظور مش بس الاقتصاد اللي انتوا اتكلمتوا عليه، من منظور الدولة. ازاي دولة تقدر تعمل ده؟ ازاي الكلام اللي بيتقال وبنكرره كل سنة واتنين وفي كل مناسبة وما بيتحققش؟ ايه الفاصل ما بين الواقع اللي احنا عايزين نغيره وبين الرؤية التي ممكن ان تستشرف الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيقه؟ ايه هي؟ في افريقيا، ومش بس في افريقيا، وفي العالم كله. انا دايما اقول ان المقارنات بتعطينا فرصة، ان احنا المقارنات والبيانات تدينا فرصة على التعرف على الحقائق والاستنتاجات والاهداف. مثال، احنا عندنا في الدول العالم كله بنقول ان في اكتر 20 دولة في العالم اللي هم الاكثر الدول الغنية، دول العشرين. طب هو العالم كله كم دولة؟ 200 دولة؟ 190؟ 200 دولة؟ يعني 20% من دول العالم فقط اللي تستطيع من خلال قدراتها الاقتصادية والصناعية ومواردها حتى انها تتحط في المرتبة دي. طب بقية الدول تروح فين؟ طب احنا، ده أول سؤال. انتوا اتكلمتوا على ان كورونا والازمة الاوكرانية كانت كاشفة وابرزت تحديات وازمات لينا بالكامل ممكن نستفيد منها، صحيح. لكن انا هستفيد من حاجة من دي اقول لكم، يا ترى البنية الاساسية في القارة الافريقية جاهزة انها تلبي الطموحات والامال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ انا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية أو إيجاد بنية أساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الأفضل، احتاجنا خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، وأنا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، أنا هقولهم بالدولار لكن تقريبا حوالي 400-500 مليار دولار. أنا بتكلم على دولة مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، واللي احنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القارة الأفريقية اللي فيها 30,000,000 كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي أنت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنية الأساسية اللي تقدر تحقق ده للقارة الأفريقية تتكلف كام وهيجوا منين؟ والكلام ده انا قلته من خمس سنين مع في المانيا، وقلت ان اذا كنتم عايزين تغيروا وجه القاره الافريقيه وتحل وتخلوها قاره قادره على ان هي تلبي طموحات شعوبها وامال شبابها، انتم محتاجين فقط ان انتم تعملوا بنيه اساسيه في القاره ديت. والبنيه الاساسيه، ان اتكلمت عن الطاقه الكهربائيه ما هي بنيه اساسيه، اتكلمت عن الطرق والسكك الحديدية ما هي بنية أساسية، اتكلمت عن موانئ ومطارات ما هي بنية أساسية. فبكام ومنين
ومين يقدر ينفق على ده؟ طب انتم كبنوك، انا كنت بتكلم على البنوك الاوروبيه في الوقت في المرحله ديت، قلت البنوك الاوروبيه مستعديه تدي قروض بتكلفه ماليه رغم المخاطر العاليه في افريقيا بتكلفه ماليه قليله؟ ده كان كلامي لساعتهم وبستدعيه هنا. مستعدين تدوا قروض للدول الافريقيه عشان تعمل بنيه اساسيه باستثمارات ضخمه وعوايدها هتبان بعد كده. فمحدش، انا ارجع تاني اقول، اذا اول تحدي اتصور انه موجود هنا في قاراتنا الافريقيه هو ايجاد بنيه اساسيه قاريه، وانا قلت الكلام ده كتير وبكرره قدامكم هنا، في وجود المعنيين عن المال والاقتصاد والمعنيين عن الامل في افريقيا، حلم الناس، حلم الناس في افريقيا البلد القاره اللي فيها اكبر نمو سكاني واكبر حجم من الشباب في قارات العالم بالكامل. اذا كنا بنتكلم على 1.5 مليار تقريبا، ونقول في 2050 هنصل ل 2.5 مليار او اكتر، احنا دلوقتي 1.25 مليار نسمه. طب يا ترى الاحلام بتاعت الشباب دي هتتحقق ازاي واحنا مش قادرين نروح؟ مش قادر اروح لاثيوبيا بالقطر، مش قادر اروح لكينيا بالقطر، مش قادر اروح لها بالطريق. مفيش طريق، مفيش سكه حديد، مفيش مواني تقدر توصلنا ببعضنا، مفيش خطوط طيران تقدر توصلنا ببعضنا. حد يقول لي طب ما هو اعملوا كسياسيين، السياسيين معنيين وهم بينفذوا اي تخطيط على قدرتهم الاقتصاديه، على قدرتهم الاقتصاديه. هديكم مثال، اذا كانت اوكرانيا بتطلع 60 مليون طن قمح، 60 مليون طن قمح، وهي مساحتها بالمناسبه يعني انا هقول ارقام ممكن تتحفظ 600 الف كيلومتر مربع، بس انتوا تفتكروا ان الدوله ديت عشان تقدر توفر وتبقى مزرعه او يعني تقدر تدي منتجات زراعيه لكتير من دول العالم، ده اتعمل عشان اراده سياسيه ولا عشان قدرات موجوده على الارض؟ في كم مليون هكتار مش قابلين للزراعه؟ لا، ده عندهم البنيه الاساسيه المطلوبه للزراعه، من كهرباء، من طرق، من مصارف، من تكنولوجيا للزراعه المتقدمه، حتى الصوامع اللي موجوده بتشيل 5 مليون طن، هو حجم التصريف الشهري للدوله ديت قدام الطلب بتاع العالم. يعني هي عامله بنيه اساسيه هائله على مدى كام سنه؟ ما اعرفش. بتكلفتها قد ايه؟ ما اعرفش. لكن في النهايه عشان دوله زي اوكرانيا تبقى تحقق ده، طب ما في دول في القاره الافريقيه عندها قدرات للزراعه قد كده مرات كثيره. لكن حد من زمايلنا اللي موجودين هنا يعرف ان انا عشان ازرع مليون فدان محتاج ان يكون في الكهرباء بتاعتهم ودي تتكلف اموال ضخمه، محتاجه ان يكون في طرق وسكه حديد ودي عايزه اموال ضخمه، ثم عايزه التكنولوجيا الزراعيه حديثه ودي اموال ضخمه عشان مليون فدان، مش عشان اتكلم على 25 30 مليون فدان او اكتر في دول جنب مننا. في يعني مش انا ما بحبش اذكر اسماء دول عشان ما يعني ما حدش يبقى ليه يعني يتألم من حاجه. احنا بنتكلم على اشقاء لنا عندهم 200 مليون فدان قابلين للزراعه. صحيح؟ طب ما احنا بنتكلم عن الموضوع ده بقالنا 50 سنه. ما تزرعوش ليه؟ لان المطلوب مش موجود. المطلوب مش موجود، ودي القضية. القضية ما بين الواقع اللي موجود وزي ما قلت كده والقدرة على تغييره. عشان تزرع المليون فدان دول بتتكلم في 100 و150 و200 مليار جنيه، يعني 35 مليار دولار. بالمناسبة لأي حد بيسمعني، اوعوا تفتكروا ان انا بقول أرقام، دي أرقام أنا لا مؤاخذة بدير العمل بها في مصر هنا. يعني الكلام اللي انا بتكلم عليه ده واقع انا بعيشه. عشان احول مليون فدان من ارض غير قابله للزراعه
لأرض قابلة للزراعة بتكلم في الأرقام ديت. إذن النهاردة مش القضية قضية إن وجود موارد، موارد طبيعية. النهاردة لو أنت حبيت تروح في أي دولة من دولنا الأفريقية عشان تعمل صناعة أولية قيمة مضافة للنحاس أو قيمة مضافة للحديد، فقط أنت عايز الكهرباء وعايز المصنع وعايز الطرق والسكة الحديد اللي توصلك للموانئ عشان الحاجة دي بعد ما تتزرع ما تتصنع وتتحول من مادة خام جاية من الأرض إلى قيمة ممكن مضافة للبلد ثم يتم تصديرها، أموال واستثمارات ضخمة جدا. إذن أول عقبة أتصور موجودة قدام مننا هي توفير التمويل اللازم لبنية أساسية تحقق اللي احنا بنتكلم فيه. أدي نقطة. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، يا ترى الأمن والاستقرار اللي موجود في دولنا هو يسمح بكده ولا لا؟ واحنا كنا لسه بنتكلم على بنقول يا ترى المخاطر اللي موجودة في الدول في دولنا بتخلي الائتمان تكلفته قد ايه؟ عالية ولا منخفضة؟ وبالتالي موضوع الأمن والاستقرار. وبالمناسبة العنصرين اللي أنا بتكلم فيهم دول في تقديري الشخصي إن هما الأساس والركيزة الأساسية لأي تغيير مناسب للدول. إن ما حققتش الاستقرار والأمن لا في قطاع خاص ممكن يستثمر ولا في قطاع أجنبي مستعد يجي يستثمر في البلد، يستثمر في بلد مش مطمن لها إزاي؟ يستثمر في بلد فيها عدم استقرار إزاي؟ ما فيش فيها أمن إزاي؟ طيب الاستقرار والأمن عشان يتحقق يا ترى حلم الشعوب وأملها وقدرة الدولة على تنفيذه، دي مشكلة أخرى. مشكلة أخرى إن الناس عايزة واللي عايزاه قد تكون الدولة غير قادرة على تحقيقه على الأقل في مزور زمني مناسب. فمحتاج زمن، مش محتاج إرادة ومش محتاج خطط. لا، إزاي النهاردة تحقق الاستقرار والأمن للشعوب اللي هي بتحلم هي وشبابها على إن هي تحقق لها آمال ولها طموحات؟ طب والآمال والطموحات ديت قدرة الدولة على تنفيذه قد إيه؟ أنا قلت 200 دولة فيهم 20 يعني 10% دول اللي ممكن يبقى معاها. حققوا إزاي مش قضيتي دلوقتي، مش هتكلم فيها، لكن أنا بتكلم على إحنا فين؟ إحنا نصنف من 200؟ كم مننا في قارتنا الأفريقية ضمن 20 دولة اللي إحنا بنتكلم عليهم؟ إحنا بنتكلم على أكثر من 55 دولة أفريقية. كم مننا من 20 دول؟ إذن الفكرة كلها عشان بس يبقى الكلام يبقى المساهمة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها مع في حضوركم هنا، حضوركم المهم، إن الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة اوعوا تطلبوا من الدولة دي إنها تتقدم أبدا، لن تتقدم. وده موضوع بقى ماليش دعوة هو جه إزاي، هي خطة، هو استهداف، هو عدم وعي الناس، أنا ماليش دعوة. أنا في النهاية بقول إيه الحالة اللي بتصنف فيها بلدنا استقرار أو عدم استقرار. فيها استقرار يبقى في أمل، ما فيش استقرار يبقى ما فيش أمل. محدش هيجي محدش من بقول حتى القطاع الخاص اللي هم مواطني البلد لو جيت قلت له تعمل مشروع عندك يقول لك لو كانت البلد مش مطمن لها اروح بلد تانية. دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. ارجع تاني اقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والامن. اتكلمت على التكامل وانا معاك فيه، والتكامل ده مش ارادة سياسية بس، لا ده فهم لقدراتنا المشتركة وقد ايه هي هتعود علينا بالنفع لينا كلنا لو احنا تكاملنا مع بعضنا مع دول الجوار ومع دول القارة بالكامل. انا في مصر وان كنت تصدقوني وانا بحلم برضو لافريقيا، والله انا بحلف بحلم لافريقيا لانهم ناس ومن حق الناس تعيش والناس دي تكبر وتحقق أحلامها وأحلام شبابها
وتعيش في 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 مكان تاني غير المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فانا بحلم برضه لافريقيا، وبقول ربنا، بقول يا رب والله 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 لو اعطتني ما حسيت دوله لما ساعدها. والله والله تاني لو اعطتني ما حسيت دوله الا لما ساعدها. لان افريقيا لن تعبر ما هي فيه الا بان احنا نكون كلنا قلوبنا على قلب بعض، ونتجاوز اي خلافات او مشاكل من اجل مستقبل نغير فيه الواقع اللي احنا موجودين فيه لمستقبل افضل. ارجو اني ما اكونش اطلت عليكم الثلاث دقايق اللي الاستاذه دينا كانت حريصه عليهم. فبقول لمجتمع المال والمصارف، افريقيا امانه في رقبتكم، افريقيا امانه في رقبتكم، والمليار وشويه مواطن امانه في رقبتكم. شكرا جزيلا. شكرا.